بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أخذنا بالمحاضرة السابقة صفات الباحث وقسمناها قسمين، صفات شخصية وصفات مكتسبة، وبينا جملة من هذه الصفات اللي هي التحصيل العلمي، التحقق، الاجتهاد، الثقة في العلم، النقد العلمي، الأمانة العلمية، والأخذ بمنهج العلية. نصل إلى محور ثاني أو آخر في المحاضرة هو شروط البحث. يلزم البحث جملة من الشروط يجب أن تتوفر في البحث. واحدة من هذه الشروط التنظيم، يجب أن يكون هناك تنظيم، وهذا أيضا ملموس وأثر ملموس في شتى جوانب الحياة. لما تكون الأمور منظمة يكون لها مقبولية، يكون لها أثر على المتلقي. البحث كذلك ينظم. شلون يتنظم؟ هسه البحث إذا أردنا نجي في بدايته ما أجي أنطي الفكرة كلها في البداية، يعني تمام الفكرة أو أصل الفكرة أنطيها في البداية. يجب أن تكون هناك أمور مهيئة للقارئ، يعني تمهد له الدخول في البحث. لذلك بعض البحوث تحتاج إلى تمهيد. إن شاء الله أيضا في خطة البحث عندنا مقدمة وعندنا تمهيد وثم المحاور الرئيسة. هاي واحدة من القضايا، أنه يجب أن يكون البحث منظم مو عشوائي، تحس متفكك، تحس أكو تقديم وتأخير. يعني الباحث قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم، هذا يأثر على البحث. يأخذ له مسألة يبحثها بشكل تاريخي، فحتما يذهب للزمن الأبعد ثم يتدرج بشكل منطقي هذا الأمر، ثم يدخل للمفاصل الأخرى للبحث. فعنصر التنظيم يجب أن يكون حاضر في عرض المعلومة، في يعني اقتباس المعلومة أيضا يجب أن يكون هناك تنظيم. شلون؟ حتى من أردت أقتبس فرد نص معين، أكو عندي مصدر وعندي مرجع، والفرق بين المصدر والمرجع واضح، أنه المصدر القديم والمرجع المعاصر المتأخر. فالمعلومة موجودة بالمرجع وموجودة بالمصدر. واحدة من الأمور التنظيمية أنه أرجع علما للمصدر للأسبق. زين، كلها مصادر، عندي معلومة أو أكثر وكلها مصادر قديمة، أيضا أراعي بها مسألة التاريخ الزماني، أنه هذا متوفى أسبق من غيره فيقدم، يأتي لاحق يقدم، يأتي بعده وهكذا. فعنصر التنظيم يدخل في مفاصل، يعني هاي مصاديق انطينا، ويدخل في مفاصل البحث كلها، قلنا بعرضها، بعرض المعلومات، استقاء المعلومات، في الاقتباسات، في التدرج بالمعلومات. يجب أن يكون هناك تنظيم حتى يكون إلى أثر على البحث. شرط من شروط البحث التنظيم، وكذلك من شروط البحث القصد أو الغرض. يعني ما الغرض من كتابتي لهذا البحث؟ شنو الغرض من كتابتي لهذا البحث؟ مرة أنا في مرحلة معينة من الدراسة، فغرضي أنه أسقط الفرض علي، أنا مطلوب من عندي أكتب بحث تخرج، أكتب بحث التخرج كيف ما يكون ينتهي. هذا غرضي، إذا هذا كان غرضي فسيكون واضح أثر على البحث. نلاحظ البحث يكون متهالك، يعني متفكك، ما في ثمرة، لأن قصدي متواضع. إذا كان لا، القصد من عنده الإفادة، القصد من عنده أو الغرض من عنده حل إشكالية مطروحة على الساحة، القصد من عنده أنه أبين حقيقة، أوضح موجودة الحقيقة لكن أوضحها أكثر، خافية فيها غموض، هذا القصد أيضا يجب أن يكون من جملة شروط البحث. يجب أن يكون القصد واضح، يعني قاصد إلى أمر سامي، غرضي من عنده الإفادة، وغرضي من عنده أنه أصل إلى
نتيجة مطلوبة مرجوة، مو هكذا. إذا كان الأمر إسقاط فرض فسيكون ليس بحث علمي. نعم. من شروط البحث أيضا الدقة. الدقة يجب أن أكون دقيق. هاي راح تجينا كل ساعة، أنه اقتباس المعلومة بشكل دقيق. فهمي، مرة أقتبس معلومة مو بشكل حرفي، مضمون أخذه من كتاب، لكن لعله فهمي مو دقيق، فهمت من هذا الكاتب، من هذا الباحث فهم معين، وجبت أنا بعبارتي وقلت هذا يقول هكذا. إذا ما كنت دقيق سيكون الأمر مخالف، مجانب للصواب، مجانب للحقيقة. الدقة تخليني لا أتجنب هذا. ما يمنع أقرأ الاقتباس مرة ومرتين، أستعين بآخر، ماذا يقصد هذا؟ أنت وهذه العبارة، أجي أحاور لي واحد شو يقول هذا؟ شو يقصد؟ شو تفهم من عنده؟ حتى أكون دقيق في محاكمته، في الاستشهاد بنصه. هاي يعني ما تقل أهمية عن مسألة الأمانة العلمية. الأمانة العلمية بيناها، أنه أنا أقتطع النص أو أقتبس النص اللي يلائمني وأترك اللي السابق واللاحق. هذا نفس الشيء، الأمر نفسه هنا يتكرر. إذا ما كان قاصد الباحث الأمر اللي أنا فهمته، ما كانت يعني أمين في نقلي. فلما أكون دقيق راح يكون البحث لا رصين وذا قيمة علمية. أيضا مسألة الدقة في مسألة استنتاجاتي، استنتاج الاقتباس عرفناه شلون يكون، ما أتسرع، يجب أن أكون دقيق في الاستنتاج. أعرض معلوماتي، المعطيات اللي عندي، شنو اللي توصلت إلها، اللي توصلت إلها يجب أن أكون بدقيق، حتى من أن أعطي النتيجة أعطيها بضرس قاطع أنا متأكد من عدها، لأنه عندي دقة. الدقة مهمة في البحث العلمي. كذلك التعميم في حالات التشابه. هاي شنو؟ بعض المسائل هي جزئية، يعني تحل وتنتهي هي بس إلها، ماكو إلها مقابلها. يعني أكتب لي بحث، بس البحث هذا يحل جزئية معينة، ما أقدر أسوي قاعدة أنه هذا كل ما شابه هذه المسألة ممكن الإفادة منه. فمن شروط البحث أن يكون هناك إمكانية في التعميم في الحالات المتشابهة. أبحث بحث قرآني، أقول سلك القرآن الكريم منهج معين، هذا أعطيه، أنا أخذ نماذج من آيات القرآن الكريم وأعطي نتيجة على أنه القرآن عنده منهج في سلوك هذا الأمر. أنا ما استقصيت كل آيات القرآن الكريم، أقول لكن القرآن جعل هذا الأمر النتيجة اللي وصلت لها منهج عنده، بدليل أنه النماذج اللي أخذتها. أقدر أعمم هذا الأمر بشكل عام لحالات متشابهة حتى أقدر أفيد منه أكثر، مو حل لمسألة جزئية. يعني نحن مثالنا على الآيات بس بهذه الآية، وكأنه القرآن الكريم انحصر مطلوبة أو مقصودة في هذه الآية، وكأنه هذه الآية تختلف عن بقية الآيات في أسلوبها، في قصدها، في مقاصدها، في أهدافها. هذا ما ممكن أن يكون البحث فيه فائدة، يجب أن يكون قابلية وإمكانية في التعميم للحالات المتشابهة. من شروط البحث أيضا إمكانية المراجعة، التحقق. هاي لمن التحقق أو إمكانية المراجعة؟ خو بالدرجة الأساس يعني الباحث لازم أكو إمكانية أنه يتحقق، لأن هو واصل لها، فسهلة عليه يتحقق، يرجع يراجع معلوماته سهلة. لكن إمكانية المراجعة والتحقق لغيري كن أكو بإمكاني، يعني أنا ما أجيبه على شكل أنه متداخل في جملة من العلوم ومتشابك، صاير مسألة معقدة بحيث أصل إلى نتيجة وأقول لك روح أتحقق من عدها. أنا اللي أريد أتحقق من اللي كتبته أنت، يجب أن تتاح لي العلوم اللي رحت لها أنت، والأدوات اللي أنت شفتها، والوقت اللي استغرقته أنت، كل هذا أني يلا أتحقق أنه نتيجتك صائبة أو لا. لكن البحث يجب أن يكون هكذا، يعني بأدواته، بأسلوبه،
يجب أن يكون ممكن التحقق. يعني النتيجة اللي وصلت ليها أنا روح بإمكانك أن تتحقق من عندها أنت اللي تريد تشوف بحثي صحيح أو لا، أو النتيجة اللي توصلت لها حقيقية واقعية أو لا. يجب أن يكون يتسم بسمة الإمكانية التحقق، أكو إمكانية للوصول إلى هذه الحقيقة. إذا مسألة رياضية أحلها بطريقة معينة وللتحقق أخذ لها طريقة ثانية أطلع على نتيجة لنفس النتيجة. فيجب أن يكون البحث فيه إمكانية المراجعة والتحقق. وكذلك المرونة. المرونة شنو هاي؟ تتبع قضية أسلوب. المرونة تتداخل أو عكسها الشدة أو التعقيد. تجد بعض الكتابات تحتاج لها تفكيك كأنها رموز كأنها شفرات. يصور بعض الباحثين يصور إذا تكلم بلغة عالية يقاس إنه هذا في مكانة عالية في مرتبة عالية من العلم. أكو هكذا أسلوب، يعني يكتب كتابة ينتقي ألفاظ يحتاج لها صفنة، يحتاج لها تفكيك، يحتاج لها تحليل، يلا نوصل للنتيجة. ما فيها مرونة، ما فيها مطاوعية للنتيجة اللي يريد يوصلها، لا بشكل مبسط هكذا من دون تكلف، مع عدم الانجرار. هذا مهمة، مع عدم الانجرار للألفاظ المبتذلة أو السوقية أو العامية، لا، يكون بلغة واضحة وبسيطة ومفهومة. الطريقة الأولى بعضهم يتصور أنه إذا كان يتكلم بلغة عالية فهو بحث رصين، هذه فكرة تكاد يعني تضمحل أو اضمحلت، ما موجود. هاي سابقا كان أكو هكذا الأمر، الآن لا، الأمر مختلف. سابقا من دون تكلف هو كان يعني الباحث الكاتب المؤلف العالم اللي يريد يكتب، هو يكتب في مجتمع، يكتب لمجتمع هو فاهم لهذه العبارات لهذه الألفاظ لهذه المفردات، فهو ما متكلف ولا اللي مستقبلها يجد صعوبة. فهذا الوقت واضحة جدا انه دار تكتب بلغة قبل 200 سنة تختلف. ستلاحظون انه النصوص القديمة، نصوص العلماء القديمة يحتاج لها شرح، مسبوكة يحتاج لها شرح. هو في وقت اللي ألفها هو مو قاصد يعقدها، مو قاصد يشوف يراوي الناس انه امكانيته بالتعبير، لا، هو كان المجتمع يعني مستطيع تفهم هذه اللغة فكانت منسجمة. إذا يريد واحد يجي يكتب بهذيك اللغة فيكون هسه لا ترجع بعد الكلام المعصوم. إذا ترجع الكلام المعصوم أيضا تجي الكلام المعصوم، يعني تتوقع أنه كان قاصد هذه الخفاء والغموض بالمعاني، لا، كان يتداول أو يتكلم بما هو متداول ومفهوم، بل أكثر من ذلك. القرآن الكريم، القرآن الكريم لما أنزل بين ظهراني العرب الذين فهموا القرآن من دون أن يفهموا، ما يحتاج أحد، حتى المشركين، بل أولى أن يكون المشركين فهموا القرآن، يعني وحتى يكون حجة عليهم، لأن القرآن تحداهم بالإعجاز أن يأتوا بمثله، فإذا كان ما مفهوم ساقط هذا التحدي، فهو مفهوم. فبشكل عام انه يجب ان تكون هناك مرونة في الكتابة. بل المرونة يعني هل يحتاج اكو تفاوت بالنسبة للبحث؟ الفئة المستهدفة مثلا في نعم احسنتم، مرة مثلا نحتاج متوسطة او مثلا نعم حسب مستويات، نعم، فالمرونة هم راح تكون متفاوتة. احسنتم، هذا هسه حددنا احنا المن نكتب المن الالف، سيكون الاسلوب منسجم للفئه اللي نكتبها، وهذا يعني ضمنا قلناه من دون تفصيل. فانا المجتمع مالتي، المجتمع اللي يقرا الكتاباتي شنو امكانيته، شنو ادواته، شنو تحصيله العلمي، سيكون البحث بمستوى المجتمع المتلقي. اذا كنت اكتب بمساله مثلا منهجية لفئة معينة من تحصيل دراسة، منهج علمي،
منهج للمرحلة المتوسطة أو الابتدائية، ما أجيب للألفاظ اللي أحكيها بالجامعة، ما أقدر، لأن أراعي الطبقة اللي أنا موجه لها البحث، الفئة المستهدفة يسموه. فهو أساساً موجود هذا الأمر. كذلك تدخل مسألة المرونة في تعاطي المعلومات، يجب أن يكون يعني هناك مرونة في الأخذ، ماكو هناك تشنج. هذا هاي تدخل هنا، إنه هذا يخالفني في المعتقد، يخالفني في لا، هكذا بروح رياضية ما يمنع. مثلاً أكو بعض الكتاب، بعض الباحثين ما ينتمون العقيدتي، لكن هم بارعين في جانب، مثلاً جانب لغوي، ما يمنع أنه أخذ من عنده الجانب اللغوي، يأثر عليه لا، يقول هذا عقيدته مخالفة، شلون رحت له؟ أقول له أنا ما جاي أخذ من عنده عقيدة، ما يأثر عليه. هذه تبين أن هناك مرونة في تعاطي المعلومات. بلستا أحسنتم، يعني ما أستقي أنا لأنه مخالف إلي في العقيدة فما راح أخذ من عنده، ومع أنه عنده قد تكون جوهرة في المعلومات جيدة وما حد رايح لها، فمتخصص بجانب معين، والجانب اللي رايح له أنا ما يأثر على عقيدتي، أنا ما جاي أخذ عقيدتي من عنده، أستشهد من عقيدتي، عفواً على عقيدتي من عنده، لا جاي أخذ الأمر اللي هو بارع به، فالجانب فني، فالجانب يعني لغوي، فالجانب ما يتأثر به، فروح ليه. أكون مرونة في تعاطي المعلومات، ماكو مشكلة، أروح له. هنا يبين الإنسان اللي هو متفهم الموضوعي من غيره، شوف بحثه منصب على ربعه على جماعته وما رايح له. لا، ما يمنع إذا كانت المعلومة تفيدني وتفيد بحثي أروح أخذها من المخالف. نعم، كذلك الواقعية، الواقع مو مسألة يعني فرضية ما إلها واقعية، تبقى طي النظرية وطي الأمور الافتراضية ما إلها واقعية. النظر ممكن النظر، يجب أن يكون البحث واقعي إلى مساس أيضا بالواقع من جانب، يعني حل مشكلة واقعية وحقيقية، مو مسألة أنه نفترض أن يكون هكذا فحلها هكذا، أكو هكذا شيء، يفترض يتخيل بعض الأمور ويجيب إشكالات هي ما ترد، بس هو عنده فسعة بالمخيلة فيجيب إشكالات ويجعلها محور بحثه ويحل هذه الإشكالات، وبالنتيجة الإشكالات وحلولها ما إلها واقع، ما إلها وجود، فهذا استنزاف للطاقة، استنزاف ما بيثمرة. أقرأ البحث مرة وأتركه، هذا أشوفه ما يطبق، ما مبتلى بي، بتعبيرنا ما مبتلى بي، يعني ما أحتاجه، فيجب أن يكون إلى واقعية، يعني شلون أقدر أستثمر هذا البحث بالواقع، مو مسألة فرضية أو افتراضية أو خيالية ما إلها وجود. ولما نقول أكو هكذا شيء، فعلا أكو هكذا أمور، هسه بعضها البحوث كلها تكون، يعني البحث كله منصب من بدايته إلى نهايته هو على الأمور الافتراضية اللي ما إلها واقع، وبعضها لا، جزئية تكون في البحث. فالبحث يجب أن يتسم بالواقعية، يجب أن يكون على مساس بالواقع وإلى تطبيق. كذلك مسألة الموضوعية، الموضوعية المراد منها مو الموضوع، يعني ما المراد من عندها الموضوع المعين، يعني موضوع الفلاني، لا، الموضوعية اللي هي نعبر عنها الحيادية بشكل موضوعي، لا نتحاور بشكل موضوعي، يعني معناها نتحاور بشكل محايد متجرد، نأخذ البحوث اللي إلها صفة الموضوعية، ما متحيزة لا فئة ولا يعني تخص فئة ودون فئة أخرى، يجب أن يكون هناك موضوعية بالبحث. كذلك النشر والتعميم، مسألة النشر والتعميم، بعض البحوث تكون حبيسة الرفوف، يعني يألف له بحث جهد طيب وإنجاز لا بأس به، لكن ما ينشر أو ماكو إمكانية ينشر، ما نقدر نعممه، فهذا ما ناخذ هيك بحث،
مثلا اكو مؤسسات تدعم البحوث معينه، فاخذ البحث اللي ينسجم مع هذه المؤسسات حتى تدعمني في نشره، مو اكتب لي كتاب وهو ما مدعوم، واذا ما دعم ما راح انشره، ما اذا على جهد شخصي ما راح اقدر انشره. فحاول اتجنب البحوث اللي ما يمكن ان تنشر. هسه ظرف معين قد يكون هناك منع لنوعيه خاصه من البحوث، هسه هذا بوقت الحاضر ناجلها، يقول اكو منع لهذا ما فما راح استفيد، اروح مو اقعد واسكت، لا اروح ابحث بجوانب اخرى متاحه. مو معناها انه كل ما هو ممنوع هو غير صالح للبحث، لا، لكن في هذا الوقت ما نقدر، يعني ما نستفيد من عنده. ما الفائده من كتابتي للبحث وهو يكون يعني الى جانبي ما نقدر؟ احتمال بعد ما ينتهي المنع ينشر هذا، احتمال واحتمال ما ينتهي، لكن احنا اذا قلنا هذا البحث ياخذ له فد سنه سنتين، يلا اكمله، اخذ لي هاي السنه سنتين اقدم لي بها فد كم بحث اكو امكانيه لنشرها وتعميم حتى تعم الفائده. حتى مساله قضيه المؤلفات او البحوث، مره على نطاق محدود، مثلا انا في محافظه معينه ما حد يهتم بهذه البحوث، بس المجتمع اللي انا عايش بيه بهاي المحافظه، اذا طلع خارج المحافظه ما حد يقلبه. فانظر للبحث اللي اكو له مقبوليه عند اكثر من المجتمع اللي انا يحيط بيه، لا ممكن اخذ بحث يعم العالم الاسلامي، الوطن العربي قد او العالم الاسلامي بشكل اكبر. اقدر، اكو بحوث هكذا، اكو يعني اكو بحث اذا اخلي في بالي انه هذا اللي اريد اكتبه، انا اريد اكتبه على انه ينشر، فراح تكون لي اسلوب خاص، راح يكون لي اسلوب خاص في الكتابه، اتخاذ منهج خاص، اختيار هو الموضوع نفسه اللي لائم انه ينشر، هذا يهتمون به المصريين واللبنانيين والجزائريين والمغربيين، يعني الوطن العربي قد الاسلاميين غير هذا مهتمين به، فاخذ لي موضوع الى قابليه في النشر والتعميم. هذه مساله النشر والتعميم. ايضا التراكميه شرط من شروط البحث، ان اوظف او استثمر الدراسات السابقة، أبتدئ من حيث انتهوا، ما أبتدئ من الصفر، قد ما أصل للي وصلوا إلى أو قد أصل إلى ما وصلوا إليه فيكون بحثي مساوي للبحوث السابقة. لا أستثمر البحوث السابقة وأبتدئ من حيث انتهوا، هذا من جانب، يعني البحث اللي إلى سلسلة سابقة و يكون هو متمم لما سبق. هذه أبرز شروط البحث العلمي. يعني كان بودنا أنه هاي الأمور النظرية سريعا نأخذها، وحسيت يمكن بهذا الأمر صارت بشكل سريع، لأن هي أكثر ما تكون هي نظرية نطلع عليها يكفي، لكن لتوضيح بعض الأمور وضحناها لكم. الآن ندخل في المسائل المهمة جدا واللي هي تكون عملية أكثر مما هي نظرية، وهو هذا المحور الثالث من محاضرتنا، هو اختيار الموضوع. شلون نختار الموضوع؟ كل موضوع أختاره أستطيع أن أبحث به؟ سار حسن. لا طبعا، حسب اختصاصي، حسب اطلاعي على هذا الموضوع. نعم أحسنت. بل استاذ أحسنتم استاذ. هذه أمور تخص الباحث، لا الموضوع البحث. أحسنت، البحث شنو؟ كل موضوع هيك السؤال، او بعباره اخرى، ما صفه البحث الذي اريد ان ابحث به؟ شنو صفته؟ بلي استاذ سلام. نعم احسنتم. الموضوع اريد اختار لي موضوع، اريد ابحث بالقران الكريم. يعني تستهويني ايه؟ تستهويني اقرا القران واقرا القران بتدبر، وصار لي عندي توجه على ايه معينه، وصار عندي فرد قدحه ذهنيه في مساله معينه، موضوع هذه الايه، اجي اقول هذا والله شو حبيته خلي اسوي لي بحث به. ممكن
مو هكذا يعني الأمر، لا بال بالرغبة ولا بال يعني تح فضلت يعني مو كل موضوع هو مجال بحث، مجال عمل الباحث، أبداً أبداً مو كل موضوع، مو كل موضوع. يعني يجي واحد يقول أنا هذه المسألة اللي راح أروح لها أنا أشوفها من وجهة نظر مهمة، لا وجهة نظرك مو صحيحة، لا أكو ضوابط لاختيار الموضوع، أكو ضوابط في اختيار الموضوع، أن يكون الباحث راغباً في الموضوع الذي يبحث فيه، هذا يعني أمر مهم في اختيار الموضوع. نختار الموضوع مع الرغبة، ذكرناها هناك بالصفات، وأن يكون الموضوع فيه جدة، يعني أكو في شيء جديد، وإلا إذا ما أكو فيه جديد فما ماكو جدوى من عدة، لأن موجود صحيح؟ موجود، فأنت يجب أن يكون البحث به نوعا ما من الجدة، أكو فد شيء جديد. هسه إذا مو كله جديد أكو فد في فكرة جديدة، يعني هذا سلط الضوء على جزئية معينة ما رايحين لها السابقين، أنت تروح لها، تروح لفرد جزئية معينة يكفي. وما نستصغر أي بحث، أي بحث إذا أخذت جزئية معينة ورحت سلطت الضوء عليها وتعمقت بها وهذا يعني جهد مبارك وطيب. أما إذا أخذ موضوع واسع وعريض، عنوان عريض متهالك موجود في يعني الدراسات السابقة، ما راح يكون إلى ثمرة، يجب أن تكون هناك جدة في الموضوع. وفرت المصادر، ما يعني من المستحيل أن أكتب بحث ومصادره ما متوفرة، ما عندي مصادر إله، يعني شنو ما عندي مصادر؟ أنا عندي قابلية، عندي إمكانية تعبيرية لغوية، أقدر أنا لا ما يصح، البحث العلمي ما يصح، يجب أن تكون هناك مصادر ترفدك في المعلومات اللي تحتاجها ببحثك. هل إلى مصادر؟ لو ما إلى مصادر كثيرة أو قليلة سيتبين أنه بعض البحوث تكون من صعوبات إنجازها هي قلة المصادر، مو ما بي مصادر، لا موجودة المصادر بس لأنه قليلة يكون صعب، يصير عسير مسألة، يعني يصير أكو مخاض يالله يطلع له بنتيجة، يمر في عسر في إنتاج يعني حقيقة أو وصول إلى نتيجة معينة. لما تكون عنده مصادر وفيرة في هذا الموضوع لا يسهل عنده، فهذا شرط أساسي في اختيار الموضوع، أن يكون نصب عيننا أن هذا الموضوع مصادره موجودة أو ما موجودة، قليلة أو كثيرة. كذلك من شروط اختيار الموضوع مناسبته للمرحلة التي هو عليها. تفضل السيد أنه أكو إمكانات معينة فأبحث على إمكاناتي اللي أنا عندي، هذا شرط أساسي في اختيار الموضوع. آخر بموضوع جميل وجيد ويحل مشكلة كبيرة عويصة وما مطروق فيه جدة، زين وفيه مصادر، أكو مصادر كثيرة بهذا الموضوع بس أنا ما متمكن من عنده، أخفق ما متمكن من عنده، مستواي مرحلتي اللي أنا أكتب بيها، واحد إنسان على نفسي بصيرة هو يعرف نفسه ما يقدر يخوض غمار هذا البحث، وإن توفرت أكثر من شرط لكن هذه الإمكانات جدا مهمة، أنا وين هذا ما أقدر له. مسألة تتعلق قضايا فلسفية ولها علاقة بالقرآن الكريم، خو مثلا أنا عندي الجانب القرآني قد يكون محروز نوعا ما بنسبة على الأقل، لها أكو عندي نسبة بالجانب القرآني، بس المسائل الفلسفية أفتقر لها وما عندي خلفية عنها وما دارسها، وهو تعلق كثيرا بالجانب الفلسفي وموضوع جديد وموضوع بمصادر الفلسفية، ما أقدر أروح ليه، ما أقدر أخذه لأنه ما يلائم مستواي، ما يلائم مرحلتي، ما يلائم إمكانيتي. هاي صار أكو تداخل إذا تلاحظون في النقطة الخامسة اللي قلنا الأحوال الخاصة والإمكانات، المستوى الدراسي اللي أنا عليه، التحصيل العلمي اللي أنا بي أراعي شنو تحصيل العلمي، فما أنا موضوعي يلائم بكالوريوس، ما أخذ موضوع
الى ماجستير او ما يقدر يحلها بسوي ماجستير او ما انا بالماجستير ما اخذ موضوع قد يكون الا ابو الدكتوراه الله يقدر يتخلص من عنده. هاي بالنسبه للمرحله الدراسيه او العلم الذي هو عليه. وكذلك تطرقنا لها قضيه الاحوال الخاصه والامكانات الخاصه، ان يكون الموضوع فيه دقه ووضوح. مو اجيب لي موضوع سموه واحد ينصرف ذهنه انه اختيار الموضوع يعني اختيار العنوان، لا مو اختيار العنوان. هسه العنوان الى شروطه الخاصه ناتي عليها، لا الموضوع بشكل عام. وين تبحث؟ بالتفسير، تبحث بعلوم القران، تبحث بمناهج التفسير. وين موضوعك؟ شنو انت بالايات الاحكام اللي في القران الكريم؟ شنو الموضوع؟ فقهي، موضوع عقائدي بشكل عام. فيجب ان يكون هناك وضوح في الموضوع، ويجب ان يكون هناك دقة في الموضوع. نعم، طريقة إعداد البحث وأهم خطواته خطة البحث. بعد أن بينا شروط اختيار الموضوع، اختارينا الموضوع على أسس رغبة فيه جدة، أكو وفرة بالمصادر، مراعاة الأحوال الخاصة، الإمكانات، التحصيل العلمي، كلهم ذني سويناهن واختارينا موضوع. بعد أبدي بالبحث. شلون أبدي بالبحث؟ إن شاء الله يعني غدا نتطرق لأمور عملية بإذن الله. فطريقة إعداد البحث وأهم خطواته هي خطة البحث. يجب أن تكون هناك خطة للبحث. هاي ما موجودة؟ لا موجودة هي، أو إذا ما موجودة تأتيكم في المحاضرات السابقة. موجودة هي، موجودة موجودة أي. لكن يعني في البداية لما نختار الموضوع، قلنا احنا الخطوه الاولى اختارنا موضوع، لا يجب ان يعني ان نتجاوزها. تجاوزناها هذه المساله، اختارنا موضوع. اختار لي موضوع في هذه الصفات المواصفات وهذه الشروط حققتهن. بعد ان اختارت الموضوع ايش راح اسوي؟ هسه عمليا المساله مو نظريا، ايش راح اسوي؟ راح اسوي خطه. راح اسوي خطه، الخطه تتضمن العنوان. هسه من هذا الموضوع اللي انا اختاريته اللي هو دلالة قرآنية، اللي هو مسائل تخص فهم القرآن، موضوعي العام، أرجع أصيغ له عنوان. وين أرد أبحث؟ بيا جزئية بالتفسير، بيا جزئية أرد أبحث بعلوم القرآن، علوم القرآن كثيرة، شرد أبحث؟ شرد أبحث؟ أبحث الناسخ والمنسوخ بعلوم القرآن وأحط له فرد يعني قيد اللي أنا أريده. أروح أبحث بمناهج البحث وإمكانية يعني إنتاج وابتكار مناهج جديدة لفهم النص القرآني أو لتفسير النص القرآني. شنو اللي أريده؟ أنا حددت الموضوع اللي أريده مناهج التفسير. الدور أصيغ العنوان على اللي أريده، وهذه كل مفردة من مفردات العنوان لها دلالة كلش مهمة. كل مفردة من مفردة تقديم وتأخير المفردات لها دلالة. فأنت محاكم وتحاسب على قضية صياغة العنوان. صياغة العنوان أيضا جدا مهمة. تشوف الفكرة قد أول ما تجيك تصيغ لها عنوان، بعدين تقول هذا يفهم من عنده، هذا العنوان يفهم من عنده غير اللي أريده. أبدأ أعدل على العنوان، أبدأ أعدل على العنوان، أعرضه على غيري. أول ما أجي ما أشرح له، ما أشرح له موضوعي، أقول له أنا عندي مشروع بحث أريد أكتب في موضوع بهذا العنوان، ايش تفهم من عنده انت وهذه العبارات؟ يكون هذا بمستواي اعلى من عندي، يجي يقول لي يابا افهم من عنده هذا وهذا. اذا راح لامر، اذا ذهب ذهنه الى امر غير اللي اقصده اني، فيجب ان اعيد صياغه العنوان بما اني اريده، اللي اني رايح له، اللي اني اقصده. اما اذا لا شفت الأكثر، ما يمنع أنه أستشير أحد في فهم للعنوان، هو والعنوان قد يصير عندي صياغة. أنا أقصد شيء في ذيني، هذا هو القصد، ما يعني. والقارئ لا يعتمد على اللي موجود، والمفردات تحكي شيء آخر. فيجب أن يصاغ العنوان بما يريده الباحث، بما يتضمنه الموضوع بشكل أساس.
هذا أول قضية، قضية العنوان، وقلنا مسألة التقديم أيضا والتأخير والقيود اللي موجودة. العنوان جدا مهم في صياغته، نتجاوزها مسألة العنوان. بعد أن حددنا الموضوع أخذنا، هسه نفترض نأخذ لنا موضوع مثلا نريد نبحث بمجال، شنو العام عندنا مثلا؟ تفسير، تفسير النص القرآني. موضوع حددنا موضوعنا التفسير القرآني، أرد أصيغ لي عنوان على التفسير، شنو أقدر أصيغ؟ أكتب لي فرد شيء هسه ذا. بلي شيخ، عندك جاهز شيء؟ تفسير النص القرآني المفهوم هو آيات أهل البيت سورة البقرة. ممتاز. يقول تفسير النص القرآني الشيخ، حاريتكم تحاكموه بخمس دقائق، يعني كل هاي ما أطول عليهم. الشيخنا تفسير النص القرآني، لاحظوا لاحظوا فككوها وشوفوا شو يقصد الشيخ. تفسير النص القرآني في مفهوم روايات أهل البيت سورة البقرة النموذجة. شوفوا هذا شو يقصد الشيخ، عنده فرد قصد. راح أقول للأستاذ صفاء شو فهمت من موضوع عنوان الشيخ. كل الروايات اللي مذكورة عن سورة البقرة. أحسنت. تعال فسر ليها. تفسير سورة البقرة بمن، بيا وسائل بيا أدوات، بالروايات اللي واردة عن أهل البيت عليهم السلام. زين، لا بغض النظر العنوان، نحن والعنوان خليه مفسر، هو راح يفسره، هو راح يجي مفسر يفسر، بس احنا نريد عنوان منسجم ما عنده ما بيشكال. واضح يعني هذا الصياغة واضحة؟ واضحة سيدنا؟ ها واضحة. يقول تفسير، اكتبه تفسير النص القرآني في مفهوم روايات أهل البيت سورة البقرة النموذجة. أقول هاي نحتاجها التطويل يعني هذا؟ رحم الله والديك سأل حسن. أحسنت خوخو عليها من بعد نص القرآني خو، أدخل مباشرة نشوف الصياغة. يعني هو يريد إذا كان هو قاصد يفسر سورة البقرة في ظل روايات أهل البيت، فيروح يدخل مباشرة يقول تفسير سورة البقرة في روايات أهل البيت. ما يحتاج، لا يحتاج يذكر مفهوم. شنو أقولها داعي يقول مفهوم تفسير النص القرآني كله، ومفهوم هاي ما مقحمة ما لها وجود. روايات أهل البيت هسه يتحدث عن القرآن كله، هسه يقول لي يعني عندي تبرير إلى، أقول له يجب أن يكون واضح هذا المبرر له. فأقول الصياغة إلها، إذا كان القصد فقط تفسير سورة البقرة في روايات أهل البيت أجي أدخل مباشرة أصيغة على هاي الصياغة، إذا كان لا أخذ نص قرآني وأقول نموذج من عند النموذج سورة البقرة. ها مو هذا بس يقول سا، مو هو جذاب وراقي وفيتشي وفتشي، لكن تفسير النص القرآني تدري شو يطلب من عندي؟ طلب من عندي على أقل تقدير نصف البحث أتكلم عن روايات أهل البيت في تفسير النص القرآني، وبعدين أدخل للجانب الآخر، لأن هو العنوان مشطور شطرين. هو جاي يقول تفسير النص القرآني في رواية أهل البيت، أقول له أنت ما دام أثبتت هذا بالعنوان يعني أنت تريده، فوين هذا؟ كون موجود. بعدين يقول لي ها هذه الروايات الخاصة في تفسير سورة البقرة. أما إذا يريد بس سورة البقرة لا، يدخل مباشرة. الصياغة لها دور بعد أي موضوع أي عنوان. هذا العنوان جزا الله خير الشيخ حركنا، أي عنوان تقديم وتأخير بالمفردة لها أثر، لها أثر. تذكر كلمة أثر، أثر مرويات أهل البيت في النص القرآني، أثر النص القرآني في مرويات أهل البيت، أو روايات أهل البيت وأثرها في نص القرآن. هذه روايات أهل البيت قدمناها على أثر في النص القرآن، اختلف العنوان. هناك منحصر تقديمك للأثر، تقديمك لكلمة أثر ينحصر عملك عليه من؟ على البحث على الأثر، على الأثر شنو أثر الروايات؟ بينما إذا قلت روايات أهل البيت وأثرها في تفسير النص القرآني، أنت تبحث عن الروايات، شنو الروايات؟ صحتها، صفاتها، المصطلحات اللي بها مشهورة وموضوعة ومرسلة وكذا، تبحث، لأن أنت موضوعك جزئين، روايات أهل البيت وأثرها، أكو شيء ثاني وأثرها في روايات. التقديم والتأخير قلنا الصياغة جدا مهمة في حبك الموضوع والولوج إلى مباشرة من دون تطويل ومن دون يعني
الشرود إلى شيء غير مقصود، فتحاكم على ما أنت تضع لك من عنوان. هذا بالنسبة للعنوان. ثم نأتي إلى هذه الخطة اللي نفصل بها في المحاضرة المقبلة إن شاء الله، نأخذها بشكل عملي في يوم غد إن شاء الله. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.